احكي لنا شو شعورك وانت داخل على اللجنة؟ اهلا فيك. يعني الأمانة انا حاب استثمر في مشروع ضخم وكبير، بس بدي اشوف بالاول ايش الحوافز والعفاءات، لانه حكونا دور الشباب، وانا كشاب يعني طموح بدي اخدم الرؤية الاقتصادية. تمام، حظا موفق، وان شاء الله بتروح وبتقدم وبتطلع لك كل الاستثمار اللي بده اياه. مرحبا، انا احمد خالد، عندي مشروع بدي افتح مصنع نسيج، وان شاء الله يعني راح نوظف فيه 250 شاب وصبيه. من دار خالد؟ يعني عيلتك خالد؟ نعم، دار خالد. نعرف حدا احنا من دار خالد؟ لا. يا اخي الورق كثير يعني، صح؟ مين بده يقراهم؟ نعم داري، بس يعني والعدد 250 قليل. بعدين مصنع نسيج يعني فكره قديمه هاي، انت مش صح رائد اعمال؟ نعم. اعمل لك شيء على الكمبيوتر. كل شيء صراحه انا صعب نعطيه اعفاءات وحوافز، صعب جدا. صح، انا معك. ومعنا المشترك الثاني، احكي لنا شو شعورك وانت داخل عند اللجنة؟ دوري هلا؟ طيب ماشي. تفضل. انت اخو وين مشروعك حكيت لي؟ انا بعبدون. بالعبدون؟ بعبدون، عشان اخدم يعني سكان المنطقة، بتعرف هو محل مي صغير. يا ريت تشرفونا عليه والله. صراحة يعني انت شفت المشروع تحلية مياه، هاي حكومات تعجز انها تعملها. اسمع، حوافز واعفاءات مش راح تعد، مش راح تعد. بجدارة صراحة، بجدارة. مشروعك ناجح وفاله التوفيق إن شاء الله يا رب. ابشر، خلص ما عليك، وسلم لنا على منشوفكم المزرعة. تشويش واضح مع معاذ البزور. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج تشويش واضح، واخيرا التوجيهي خلصوا امتحانات، وبحب ابارك لكل بيت اردني عندهم طالب توجيهي، وبحب اقول لكم خلص هسه بتقدروا تفتحوا البرادي وتدخلوا الشمس وكل واحد يرجع غرفته الاصليه، وبحب احكي لكل واحد توجيهي خلص روح احلق، عرفنا انك دريس يا اخي. هالامتحانات كثير صار عليها حكي، عاد معنا هالامتحانات من الوزاره للطالب ومن الطالب للوزاره. لا 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 جد، من بارك لطلاب التوجيه انهم خلصوا الامتحانات، خلص خلصوا منها. شو خلصوا الامتحانات خلصوا، كيف خلصوا؟ انا طالب توجيه، كيف ما بعرف انهم خلصوا امتحانات؟ انا ولا مقابله تلفزيونيه عملوا معي استاذ معاذ، بمعناته انا ما خلصت امتحانات. لا هو الامتحانات خلصت، انت مقابله ما طلعت، مش ما خلصت امتحانات. بلا استاذ، هاي علاقه طرديه استاذ معاذ، انا بالك مش دارس استاذ. انا محضر جمل كثير، كنت محضر عشان لما اطلع من الامتحان اول ما اشوف المايك اروح اعمل. يعني معك إشي يعني؟ طبعا استاذ، هاي كاتب استاذ معاذ، هاي كاتبه. اسالني كيف كان الامتحان، زي مقابل يعني وهيك. اسالني كيف كان الامتحان. يا رجل جايبين لنا اعضاء برا اعضاء جسم الانسان، هاي لما نمتحن احياء استاذ معاذ. حلو، كيف حلو استاذ. استاذ معاذ، شو الاسئله الرياضيات لما حطيت على الكلكوليتر؟ طلعت ارحمني، تعطتني الكلكوليتر. هاي لما امتحن الورقه الثانيه. الرياضيات الورقه الثانيه. امتحان تاريخ. شو جايبين الاسئله من ماده التاريخ؟ كانت بالمستقبل. هاي حلو، هاي كمان استاذ. شو استاذ معاذ، انا هسه راسب، انا على التكميلي استاذ معاذ، عندي طلب واحد من الوزاره. تفضل. انا بدي اعملوا لي مقابل، انا يجيبوا لي التلفزيونات انقي، انا مع اي قناه معكم، مع رؤيا بدي اعمل. بدك تعمل تكميلي عشان تطلع مقابله؟ انا عامل تكميلي. انت اوريدي رسبت يعني استاذ. ورساله يا استاذ معاذ، الله يسامحك يا وزاره اللي فرقتي بيني وبين ساره. خير، شو دخل الوزاره هي نجحت وانا راسب. طيب شو خلص؟ يعني هي جامعه وانت؟ انا جامعه وانا توجيهي استاذ معاذ. بس يا حبيبي الحب ما بيعرف تخصصه استاذ معاذ. بس انا ادبي. استاذ معاذ. طيب يعطيك. المهم استاذ معاذ، انا واسطه عندك. خلص التكميلي راح اجي عندك وتطلعني بالمقابله. بتطلعوا بالمقابله، انا بتواصل. بدي اطلع استاذ معاذ مع باكسترا تايم مع سميحه مجدلوي استاذ كره قدم. سميحه مجدلوي ما بعرف، تجيبوها تعمل مقابلات للطلاب. حاضر، انا بتواصل مع قناه رؤيا وبفهمهم. يعني امتحان دوائر اكيد راح ينغش على المايك، بس اما ملثم وجاي احصان لا. وبقول لك مسكوا اثنين بخيمه كاتبين الاجوبه على كراتين، شو بدهم بالكراتين مش عارفين، كيف بدهم ينقلوا برضه مش عارفين. والتربيه عشان تمنع الغش بتبحث بتغيير نمط اسئله امتحان التوجيه بالسنوات المقبله، بس ما تخافوا راح تظل الاسئله ضع دائره، بس بدل اربع خيارات راح يصيروا ثمان خيارات، اربعه منهم لا ترى بالعين المجرده،
والأربعة الثانيين مكتوبين بقلم سحري ما بتقدر تشوفهم غير بأشعة فوق البنفسجية، والثمان خيارات كلهم صح بس لازم تختار الأصح. وطبعاً الأسئلة الكتابية راح تكون أجوبتها رسم. اسمع، شو جواب السؤال الأول؟ جيم جيم. شو؟ جيم. زين ما علّي صوتك شوي. شو؟ جيم جيم. ألف الأول بيقول لك جيم، يعني الرابعة دال دال جيم. هاي السؤال اللي عينك بورقتك. وزارة المياه 63% نسبة المناطق المخدومة بالصرف الصحي بالأردن والباقي رح يقلبوا أورجانيك. يا أخوان يعني في 37% من الأردن ما عندهم صرف صحي، وأنا بحكي ليش الصهاريج مش ملاحقة شغل وهيها قلبي عند دوار المدينة. والله قلبت بالصهاريج. والله قلبت فيه. والله شكل هالناس متقلة هذا الأسبوع، إذا مذرة فاصوليا إذا بطيخ. مجلس النواب بناقش قانون معدل لقانون ضريبة المبيعات وتعهدوا بعدم رفع الضريبة هم والحكومة. لا 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 أنا مش مصدق. احلفوا. طب وقعكم بيالتين ووزيرين بكفلوكم، يمكن أصدق. وحكى وزير المالية محمد العسعس إنه مشروع القانون راح يسكر ثغرات كانت زمان بالقانون تتعلق بالتهرب الضريبي، ثغرات صار لها أكثر من 25 سنة وهاي الثغرات صارت جزء من حياتنا زي أي حفرة قبال دارنا، لما تعودنا عليها سكروها. ليش مش دافع ضريبتك يا مواطن؟ ادفعها يا زلمة. دورك. شوف دورك. ايه وين راح؟ سد الثغرة يا محمد، هرب، سد الثغرة. كشفت المعونة الوطنية آلية توزيع دعم المحروقات ليكون نصيب الأسرة المكونة من فرد أو فردين 8 دنانير، والأسرة المكونة من 3 إلى 4 أفراد 11 دينار، والأسرة المكونة من 5 أفراد وأكثر 14 دينار بالشهر. وهذا مبلغ كثير مليح، بيأمن لك دخان طول الشهر إذا تداينت فوقه 50 دينار. رجع مجلس النواب بدورة استثنائية وما شاء الله عليهم، من أولها بلشوا جلسات وبلشوا يناقشوا القوانين الاقتصادية، ومن أهم هاي القوانين هو مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية. وللعلم هذا القانون الحكومة صار لها سنة بتشتغل عليه من بعد ما صار عندنا وزارة استثمار طبعاً، فأكيد هسه وزير الاستثمار بيكون محضر خطة بنجاب فيها كأس العالم قد ما هي قوية. يعني هيك أقل إشي، ما هو القانون قانونه. كنت أتمنى أن يكون أول المتحدثين من الوزراء وزير الاستثمار، إلى لحد الآن يعني ما شفنا ولا سمعنا له أي مداخلة عن حسم تاي القوانين. فأرجو من معاليك أنه نوجه الكاميرا على معالي وزير الاستثمار حتى نعرفه. وزير الاستثمار مش موجود؟ طيب سعادتك التمس لي أخيك عذرا. يعني بتعرف وزير استثمار الأغلب يكون بيستثمر وقته، مش ضروري يجي يحضر، بعدين الجلسة ما هي مسجلة بيحضرها بعدين، ومش نقعد نحكي وجه الكاميرا عليه وتدقيق وتتبيع. طب افرض رد عليك المصور وحط على وزير البيئة على أساس إنه وزير الاستثمار، هو بالك حدا بيعرف يميز؟ بعدين مش حلو بحق رئيس الوزراء. وعندما يتحدث رئيس الوزراء أعتقد بأن رئيس الوزراء يتحدث بالنيابة عن كل الحكومة. شفت سعادتك، هاي رئيس الوزراء زعل. يعني سعادتك اعتبرها زي أب وأبنائه. أي أنا آخر مرة حكيته أبوي كان قاعد، كانت وإحنا سهرانين عند دار عمتي وحكيت له يا بجوعت بدي أتعشى، ومن يومها ممنوع أتعشى. يعني رئيس الوزراء بكفي بوفي. وطبعا بما أنه هذا القانون جديد وبيحكي عن الاستثمار واللي هو المفروض من أهم الركائز للنهوض بالاقتصاد، النواب كان عندهم ملاحظات ومداخلات أثارت الجدل. تحويل الحوافز والميزات للمحافظات، خلي الوزراء يطلعوا على المحافظات يعرفوا شو بدها المحافظات. اليوم المحافظات اللي بدها الحوافز مش المستثمرين. وأنا عندي معلومات إنه في شركة أجنبية قامت بإعداد هذا القانون. أنا بدي أطلب الحكومة تقول لي مين الشركة الأجنبية اللي قامت بإعداد هذا المشروع. يعني أولا أرجو تحويل هذا مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، وكلنا أمل في رئيسها المبدع وزملائه أن يعدلوا تعديلات مفيدة. وهي سعادتك تحول على اللجنة، يعني صار عندكم، عدلوا عليه، شقلبوه، غيروه، اعملوا فيه اللي بدكم إياه، إلا إذا دولته طبعاً ما عنده أي مشكلة حدا يعدل عليه أي شيء. وبأننا منفتحون على التعاطي والتعامل المباشر مع لجنة الاستثمار حذفاً واستزادة بما يجود هذا المنتوج ضمن هذه الحزمة المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال
لأن المسؤولية تقع علينا جميعا في إنفاذ الرؤية الاقتصادية للسنوات العشر القادمة. شفتكم أحلى من هيك، بيقول لك جود، احذف، اعمل اللي بدك إياه، يعني هسه ما عندكم حجة بالمرة. القانون أتى إلى مجلس النواب، مفروض مجلس النواب يكون سيد نفسه، نفتح مواد هذا المفروض. هذا قصدي، مفروض بجرأة ما هو مجلس النواب مش سيد نفسه، مفروض نفتح هذا القانون بجرأة، مفروض نغير كثير من بعض، ولكن للأسف أحياناً يذهب إلى الغرفة الثانية بيقول لك أنتوا أحدثتوا تغيير في جوهر القانون. يا سيدي اعملوها اليوم، احنا بدنا نرفع، اعملوها واحنا رفعنا. أيوة، شو الغرفة الثانية هاي؟ بلشنا غرفة ثانية، صالون، بيت الدرج، السدة، مش شغلنا، القانون عندكم ومسؤوليتكم تغيروه، ولا شو رأيك أستاذ محمد؟ وكان القطاع الخاص موجود على الطاولة، والرؤية انحطت بقطاع خاص وقطاع حكومي، على مجلس النواب أن يتعامل مع هذه الرؤية بجدية. أنا باعتقادي وعلى مجلس النواب أن يقول للحكومة هذا القانون مرفوض، نريد قانون 1-4، هذا اللي عندنا. نعم، بوم، قصف جبهات. بس يا أخوان، بالجلسة دولته حكى إشي كثير مهم، هل هي بشرة خير؟ هل هي جملة بكرة راح يتراجع عنها؟ أبصر. وربما تكون لدينا بإذن الله بعض المؤشرات الواعدة على شواهد قد تفضي إلى أن نستكشف بعونه تعالى موارد طبيعية ومعادن. شو في يا جماعة؟ شواهد وموارد طبيعية وثروات ومعادن، العب شو يعني هيك؟ وضح أكثر دولة الرئيس، في بترول واضحة بدون ما يوضح، ما جاوب، والسكوت علامة الرضا، يعني في نفط ومعادن، يعني خلص فرجت، فرجت يا أخوان. والله يا فرجت، ألف مبروك ستانو، ألف مبروك، يعني والله صراحة فرحت صراحة. خلاص يعني عايش الدور خلاص؟ أكيد ستانو، أنا هينا دخلك بجداش، طلع لي وشريت بيت وسيارة أتصفى. لا بس بدك تستنى شوي يعني عشان نتأكد أنت الثاني. لا حبيبي، ومن هسا على الحالتين أنا ما راح أدفع القسط، ما هسا بقول لك. كيف يعني المرة؟ يعني شوف، إذا طلع عنا نفط آخر السنة الدول بتدفع عن المواطنين ونكسبها، أما إذا ما عندناش نفط راح ننحبس من الاقتصاد، هيك ما راح أدفع، معيش يعني ما راح أدفع. فخلص عشت الدور. خلص يعني فرحنا هالأخوة، كثر لنا من هذا. هذا إن شاء الله يلاقوا نفط وما إن شاء الله يكون في نفط. خلال مناقشة النواب القوانين المتعلقة بالاقتصاد، كان ملاحظ أنه في هجوم كبير من النواب على وزير المالية محمد العسس. هذا وزير المالية الله وكيلك دائما حامل شنته زي المطهر ويركض بيها، وين في ضريبة؟ أرجوك أبو هيثم، هاي زي المطهر تشطب. تفضل أعطيني دقيقة يكمل. زي الدكتور، معقولة يا أخوان، هيك بزعلوا منا المطهرين، وهذول زعلهم خطير، وبعدين المحامي كمان بشيل شنته. طب لو شالها معالي على ظهره شو بصير هيك؟ بعدين شال شنتي أو ما شال، من الواضح أنه رح ينحكى عنه. أقسم بالله العظيم أنه وزير المالية ومدير الجمارك الأردنية، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله، أقسم بالله، هم سبب رئيس أقلها في هاي الفترة بتطفيش والتنجيل بالبلدي، بالتنجيل بكل المستثمرين الموجودين بالأردن، وشكرا. أقسم بالله، لا هيك في أدلة ما دام وصل الموضوع للحلفان، يعني بصراحة كنت مش عارف إذا أقتنع بكلامك، بس طالما وصلت للتنشيل لا هيك الموضوع كبير. طب مين بدي حاسب وزير المالية على تعطيل هذا المستثمر؟ بقول لك أنا ربكم الأعلى بهذه الوزارة، واللي في الوزارة بيحكوا عن هذا الوزير، بقول لك هذا الوزير نص دقيقه ولا ناس بحاسبه، نفس الموجودين في الوزاره بقول لك تنهار بولع لنا حرايق ومش عارفين كيف اجى وخرب وزاره الماليه وخرب الاستثمار. نازل باراشوت وبولع حرايق، هذا نينجا مش وزير، ومش عارف مين بده يحاسبه. سعادتك للتذكير بس مش اكثر، يعني انت نائب وهو وزير، انت سلطه تشريعيه ورقابيه، هو تنفيذيه، هو بيشتغل، انت بتحاسب، يعني انت بامكانك تبعث سؤال نيابي عن اي استثمار ما كمل وهو بجاوب، ترى اذا ما عجبك الجواب بتحوله لاستجواب، وبعدين بامكانك تطرح الثقه بالوزير، يعني اذا احنا متاكدين انه هذا الوزير هو اللي بيطفش الاستثمار فواجبك انه تعمل هيك. بس وين الوزير يسكت؟ اكيد لا، وراها على طول نزل خبر انه في تقرير لجنه تحقيق بتثبت رفض وزير الماليه
توصية اللجنة المركزية ببيع قطعة أرض في خلدة لشقيق نائب. بس ما هو إحنا المفروض نسأله، يعني بركي بده يفتح مشروع لتشغيل الشباب. بعدين سعادة النائب، يعني خلدة أزمة، ما بتخلص جلستك بالعبدلي وبتوصل خلدة إلا الساعة صارت 8. شوف أراضي بعيد شوي عن وزارة المالية، يعني عشان العين والحسد. بعدين بدنا نغير من أسماء الشركات كلها خالد وإخوانه، بدنا إشي زي شركة سامر وسعادته، أحمد وعطوفته. والله يسامحك معاليك، لا تستنى يهاجموك. أي إحنا منحب هاي القصص، لا تحرمنا منها. وبعدين مش المفروض الحكومة دائما بتحكي لنا إنه ديدنها الصراحة والشفافية والمكاشفة أول بأول؟ يا أخي خلي الكل بين حقيقته من أولها وخلص، ديدنا. والله اشتقنا لك سعادتك يا زلمة. وين أراضيك يا زلمة؟ والله بخلدة. كم دنم؟ 30 دنم. والله آه. تراب المصاري. من المتوقع أن تميل درجات الحرارة للارتفاع لتكون أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وأن الصيف هذا أشد سخونة من العام الماضي، وأن المي اللي جمعناها طول الشتوية راح تتبخر أو تبخرت، فلازم نتبع خطط نحافظ على المي والطبيعي. بما أنه صيف وحرارة عالية ومصروف المي الطبيعي أنه يزيد، انسى، بتروح على البيت مدبق. والمشكلة أنه ما في مي، شكله المي مش من أولويات الحكومة. هي من أولويات الحكومة بالفعل، هذا المشروع زائد السكك الحديدية من أولويات الحكومة، النقل والمياه. مياه وسكة حديد أولوية؟ حلو، الاثنين ما شفناهم. والمياه نمبر وان؟ والله كثير علينا هيك. بس هو إحنا شو بدنا بسكة الحديد؟ ما هي القطارات بالمولات طول نهارها تمشي وتخمس وتفحط بدون سكك. بعدين كيف المي أولوية؟ كل اللي بتيجي فيه يومين بالأسبوع، هاي لو تيجي كل يوم شو بتحكوا عنها؟ أنت محظوظ، هو الأصل إنها هي يوم واحد في الأسبوع. أنا محظوظ إنها بتيجيني يومين بالأسبوع؟ معقول هيك؟ ولا لا يكون حسب المنطقة. أبصر من ساكن جنبي، يمكن في حوت ساكن جنبي. إذا بناخذ جرش وعجلون في بعض المناطق مرة كل 3 أسابيع. كل 3 أسابيع مرة؟ شو كيف عايشين بعل؟ لا جد كيف زبطة معهم؟ السبب انه في عندهم هم خزانات لجمع المياه. وانا بايش بجمع يعني؟ بسطل المي؟ هو كل الناس بتجمع بخزانات. يا اخي جد وزارة المياه هاي خلينا نسميها وزارة خزانات. واحنا عاملين فقرة جديدة اسمها همي همك ابني بلدك معي ومع ولدك. نستقبل مكالمة هاتفية ونحكي ألو. أهلا وسهلا، ممكن تعرفيني بحضرتك؟ لو كنت مهتم كنت عرفت لحالك. للأسف الشديد إنه الواحد فيكو بس يستلم المنصب كان عرف قد الوزير بتعب. بس أنا بدي أحكي لك أكم من شغلة. أنتم مو عارفين الوزير أي ساعة صحي بس عشان يحضر لهاي المقابلة؟ اطلع على وجهه، مش شايف كيف مصفر الزلمة يا حرام؟ يا أنتم مش عارفين كم مرة حضر ودرس وتعب ودرس قضايا عشان يعرف يجاوبكم؟ أنتم مش عارفين الوزير كم بتعب عشان تشربوا مي؟ اقطعوا المكالمة يا جماعة الخير. أنا صراحة أعتقد إنه فقرة همي همك ابني بلدك معي مع ولدك بتجيب لنا مشاكل. اقطع. بمعدل المواطن الأردني يدفع يومياً للمياه 8 سيجارة واحدة. يعني إذا عمالنا بنحكي إنه عماله بدفع باليوم 10 قروش، بس هو قديش عماله بدفع للكهرباء وكم عماله بدفع للمكالمات الهاتفية؟ الحكومة بدل ما توفر مي للشعب بتحاسبه سعر الدخان؟ بعدين مين جاب سيرة سعر المي؟ هي المي جاي أصلاً عشان تسأل عن سعرها؟ ولا هو تلحين لفكرة إنه المي رخيصة فوق ما إحنا دافعين؟ ما هو من الطبيعي والمفترض إنه المي ما يندفع حقها. المي نازل من السماء أو من الأرض بتطلع، فما فيها أي اجتهاد. ولا عشان التمديدات بتظلوا تحكوا المي ما هي ما بتوصل، المواسير بتنقط علينا تنقيط، هذا إذا نقطت. بس أنا اللي حاب أعرفه هو المواطن بدخن حساب الحكومة، بيحكي تلفونات وبيشتري بطاقات على حساب الحكومة، أما هو المواطن بتعب وبيشتغل كل الشهر عشان يعيش على كيفه. يا أخي بيجوز هو حاب يدخن ومش حاب يشرب مي، سألته يعني يمكن هو الزلمة الشعب كله بيدخن والوزير ما بيدخن. شو اللي بيدخن يا أخوان؟ اقطعوا مشان الله، اقطع مشان الله. أخبارنا إحنا والطرف الإسرائيلي كيف هالأيام بالنسبة للمي؟ أذكر بالعام 2021 وقعنا على اتفاق على أساس مشان نشتري 50 مليون متر مكعب سنوي لمدة 3 سنوات، يعني 2021 و2022 و2023. وبالتالي نعم
الجميع ملتزم بالحصص حسب اتفاقية السلام، ما في خلاف عليها على الإطلاق، لأنه نتيجة لشح المياه اللي موجود احنا كنا مضطرين انه نطلب كميات إضافية ونشتري كميات إضافية، والسنة هاي هي السنة الثانية اللي بنشتري فيها هاي الكمية. نعم، هو من ناحية اني اذكر انها توقعت، صراحة ما حدا بتذكر لانه انتوا وقعتوها وما حكيتوا لحدا، ما في حدا شو خبيبي ناسي كل شيء. شو ناسي؟ انا بفخم انك تنسي تاريخ بس ناسي المي والملح اللي بيناتنا. شو المي والملح بيناتنا؟ البخر الميت خبيبي معروف خبيبي. تقعدش تتخوت شلوط هسا وتقول لي المي والملح. نشط ذاكرتك، عمل إشي، عمل تمارين صباحية، عمل تمارين مسائية، عمل لك إشي نشط ذاكرتك خبيبي. بعدين شفت شو ذاكرتي كيف احنا شو. ملتزمين ملتزمين بشو؟ بالاتفاقيات وبكل إشي. الحمد لله أجا واخد انشغدة يعني علينا وقال احنا ملتزمين، مش انه احنا منخالف الاتفاقيات وهاي الامور. الاشاعات اللي بتطلع علينا عبر التاريخ انه احنا ما بنلتزم هيا طلعت. انت رجعت للتاريخ، سالتني عن التاريخ ورجعت للتاريخ. شفت؟ التاريخ بيحكي انه انتوا اللي ما بتلتزموا باي اتفاقيه. كيف احنا ملتزمين بنعطيكم مي وبنبصر ايش وكذا بس انت ما بتتذكر. انت ما انا مش عارف شو براسك. ايش في براسك هون؟ انا فاضي شايف ما في شو الصوت اللي بيطلع هذا؟ وين كيف انت وين مخك وين؟ شو اللي كيف بتذكر انت كيف؟ بتذكر في مخ شو؟ مش عارف. يلا حبيبي، المهم في دفعة مي جبنا لكم اثنين، بدي حدا يستلمها يوقع عنها. هو بعده بقول لك كيف توقع ولا ناسي كيف توقع؟ شو ناسي كيف توقع؟ شو الصوت اللي بيطلع هذا جد؟ كل عام وانتم بخير بمناسبة رأس السنة الهجرية، ويوم السبت عطلة بس احنا ما رح نعطل لأنه أصلاً معطليني يا كبير.